la cabane libanaise, la cabane. تحية للمتسابق عبد العزيز سعدود القواري من دولة قطر أش. الكابتن عبد العزيز بن سعود او سعدود القواري.
ممتاز بالنسبة لنا وسوينا أكيد مراحل كويسة. واليوم الثاني اليوم الأخير يعني هدينا شوي، كان عندنا قاب مريح. عموما المراحل ممتازة، يعني أفضل مراحل في الشرق الأوسط. أكيد أن قبرص والأردن راليات ممتعة كجرافل، لكن رالي عمان هو الأفضل وكثير يحتاج نوتس أكيوريت يعني، ويعلم كثير الواحد أكيد يستفيد منه. فأكيد طلعنا بخبرة كبيرة من هالرالي، وأكيد يعني زيادة على ذلك أنه حلو أنك تكون متصدر في قاب، وهاي خبرة مختلفة يعني، أو رالي مختلف بالنسبة لك إذا يكون في قاب عن اللي وراك، ولازم تسوق بعقل يعني، تكون ذكي وسريع وذكي في نفس الوقت. فالحمد لله رالي جيد بالنسبة لنا، وسبع سنوات على فكرة، هاي ثالث مرة أجي عمان ومرتين أنسحب. أول مرة أكمل الرالي يعني، ف2004 كنت الثاني وانسحبت ورا ناصر، و2007 انسحبت، والحين فزت في الرالي الثالثة ثابتة يعني. فالحمد لله هاي شيء جيد بالنسبة لنا. وحين عندنا رالي دبي الأهم هالموسم بالنسبة لنا، وإن شاء الله يعني نطلع حق رالي دبي، وإن شاء الله نكون جاهزين، وأكيد الشباب جاهزون السيارة على أكمل وجه حق رالي دبي، وإن شاء الله يعني الناس تستمتع يعني في رالي دبي، لأن في منافسة، ثلاث سواقين عندهم أمل يأخذون البطولة، ولو أن الأمل تبعي أنا أضعف شوي، لكن دام أنه في رالي وفي 250 كيلو كل شيء ممكن يصير فيها، والله يكتب الخير إن شاء الله. ثالث رالي لي مع السبونسر الجديد اللي هو وزارة الشباب الرياضة، والحمد لله فعلا يعني هم فال خير علي. ثالث رالي وبس ثاني فوز ورالي بودي، يعني ثلاث مرات على البوديوم وفوزين في ثلاث راليات، بعد رالي قبرص الجولة الخامسة الميدل ايست، ولان رالي عمان. فيعطيهم الف عافيهم وشركة بوما واسبايرزون واكيد موتور تيون، يعني لازم نشكرهم في كل رالي لان بصراحة يقومون بدور كبير، يعطيهم الف عافية. وانت لو تشوف الميدل ايست السنة، حتى ولو رالي ايران تجريبي ورالي عمان تجريبي ورالي لبنان يعني ورالي قبرص كميدليست، يعني كلها فازوا فيها سواقين حق موتور تيون يعني، فأكيد يقومون بدور كبير وينافسون فرق كبيرة، وهالشيء يسعدني حتى أنا كسائق وبكرة كمتفرج يعني. حلو أن أشوف فريق عربي بالأكمل قاعد ينافس الأجانب ويربح عليهم، فحلو هالشيء جيد.